المبصر، كان يقول استاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود: يدركه المبصر دون البصير بقلبه. الله يرحمه، يعني كان له عبارات لطيفه هكذا: يدركه المبصر دون البصير بقلبه. مره عم بقول قدامه: سيدي هداك الفلان كذا. قال لي: يا عمي مين فلان؟ قلت له: سيدي هداك القصير. قال لي: يا عمي الله يرضى عليك لا تقول قصير، هذه غيبه. قلت له: سيدي لكن شو بدي اقول؟ سكت هيك. قال لي: قول لطيف القامه. كان الله يرحمه يحب ينتقي الألفاظ، ويعني أمور الغيبة ما عنده فيها كبير أبدا، ما عنده أي شيء مخالف للشرع ما بيعود بيشوف الشيخ، ما بيعود بيشوف أبدا، سبحان الله. بس مثل ما صار الموضوع بتعلق بالحلال والحرام ما بيعود بيشوف. مرة سامحونا، كان الله يرحمه سيدنا شعب العزيز عيون السود لما ينزل إلى دمشق اللي هي مدينتي أنا، يزور كبار العلماء فيها. فمرة بده يزور الشيخ ملا رمضان البوطي، والد الدكتور سعيد الله يرحمه ويغفر له. والشيخ ملا رمضان عالم عامل هكذا، يعني رأينا نحسبه كذلك ولو نزكي على الله أحد، يا ما في من ورعه خرافي. شوف شو عم لك، يعني هو توفى 103 سنين الله يرحمه، قبل وفاته بيومين طالع من صلاة العصر من المسجد لبس الحذاء، هذا مين؟ الشيخ ملا رمضان، لبس الحذاء الشمال قبل اليمين، بعدين انتبه خلع الحذاء ورجع لبس اليمين بعدين الشمال. شوف المراقبة. والثاني كمان ما يعني خلاف الأولى، معروف عنه خلاف الأولى ما يفعل. فمرة زار سيدنا الشيخ عبد العزيز، زار الشيخ ملا رمضان، كنت أنا معه كخادم لسيدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فالمهم أجلسنا في غرفة في كنبة طويلة هكذا، جلس عليها أستاذنا الشيخ عبد العزيز عين سود، وأنا جلست إلى جانبه، والشيخ ملا على الكنبة المقابلة. ولأمر يريده الله، الشيخ ملا رمضان جاء أثناء الحديث ذكر إنسان، والله الآن نسيت مين الإنسان ونسيت شو القضية، بس بتذكر انه الشيخ ملا على خلاف العادة استرسل في الكلام على هذا المتكلم عنه. استاذنا الشيخ عبد العزيز بن سود كان يحمل عكاز الله يرحمه، يعني من الكبار وكذا يحمل عكاز، فكان الله يرحمه ماسك العكاز هذا وساند ايده عليها هكذا، يعني هو جالس والعكاز على الارض وحاطت ايده الثانية وين؟ فوق العكاز. فلما الشيخ ملا عمل هيك، على فكرة الشيخ عبد العزيز عين سود لما بزور الشيخ ملا زيارة الطالب لأستاذه، وإن كان ما في بينهم تلمذة لكن تقديرا واحتراما، والفارق العمري بحدود 30 سنة لصالح الشيخ ملا رمضان، انتبهتوا؟ لكن لما الشيخ ملا حكى على واحد واسترسل الشيخ سيدنا الشيخ عبد العزيز عمل له هيك، يعني غير وجهه ورفع إيده. قام الشيخ ملا سكت هيك، عمل الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير، صار يتنافض هذا، انا حضران هذه الجلسه، الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير، عدد 3 مرات ويتنافض فرحا بها. فاذا بدك تتعجب بتتعجب من اللي لم يراعي في دين الله، ولو كان صدر الامر المخالف للشرع من عالم أو من واحد يكبره بالسن 30، أنه يلا مشي شغل فيها حلال وحرام ما في مشي. ولا بدك تتعجب من الشيخ ملا الذي تقبلها وفرح بها، بل مو بس فرح بها، بعدها بسنوات زارني أخ مهندس في جدة، اللي كنا مرة جالسين مع الشيخ ملا رمضان عم نقول له أنت شيخنا وأنت سيدنا والله يخلينا إياك، فقال: أنتو ما عم تساعدوني على نفسي، انتو عم تساعدوا نفسي علي. الشيخ عبد العزيز عيون السود اخ صادق، مره كنت عم بغتاب فنهاني جزاه الله عني خيرا. قلت فهو المهندس عم يحكي لي اياها، فكره انه عم يجيب لي معلومه يعني، قلت له هي الجلسه انا حضرانها، تعال احكي لك اياها. تصوروا الشيخ ملا مو بس تقبلها من الشيخ عبد العزيز، صار يرويها كمان. شايفين هذا الطراز من الرجال يا أخواني؟
شايفين هذا الطراز من الرجال يلي همهم الله. بزمانه سنة 1976 دعي أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيسود الله يرحمه هنا للرياض لمؤتمر اسمه مؤتمر الفقه الإسلامي، أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود، وكانت ما زالت جامعة فتية. رئيسها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن تركي حفظه الله في ذلك الزمان. اسمه مؤتمر الفقه الإسلامي، يعني شو بتتخيلوا في فقهاء بالعالم الإسلامي كانوا موجودين. فبآخر المؤتمر كان بهذاك الزمان الملك خالد الله يرحمه، وكان الملك فهد أمير كان ولي العهد، فيعني إكراما للمدعوين دعاهم ولي العهد الملك فهد، كان وقتها اسمه الأمير فهد، إلى مثل مأدبة عشاء. فدخلوا الفقهاء وعم يسلموا على الملك فهد واحد ورا واحد، وعم يسلم عليهم كالعادة، وبعدين بيجلسوا كل واحد في مكانه. لما سلم على أستاذنا الشيخ عبد العزيز عين السود، بعد ما سلموا سيدنا الله يرحمه فك أصابيعه، الملك فهد ما فك أصابيعه، بقي ماسكه هيك بلطف وجره وجلسوا جنبه على الكنبة التي عن يمينه. هذا المحل محل مين؟ الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه بهذاك الزمان. المهم الشيخ يعني امتثالا جلس، هذا مين بيعرف يروحها؟ راحت. المهم بعد شوي جاءوا هدول اللي بيصوروا المصورين. أستاذنا الشيخ عبد العزيز عين سود الله يرحمه يعني كان يرى حرمة التصوير، هكذا كان، وتناقشت أنا وياه فيها كثيرا ما وصلنا إلى نتيجة. يعني أنا كنت أقول له سيدي هذه مثل المرآة وهذا حبس الظل وكذا وما في مضاهاة لخلق الله، وهو اللي يا عمي الحديث عم يقول المصور الحديث المعروفة في التصوير، فكان يرى ذلك. بس يعني خلاص يعني دياني واحدة، أنا ما عم قولها أنه لبيان أنه لا، لكن هو يرى أنه هذا شيء ما بيجوز وأنه هذا حرام. يعني قاعد الملك فهد هون، هو قاعد جنبه، يجي المصور من هون الشيخ يعمل هيك الله يرحمه، يجي المصور من هون هو يعمل هيك. لاحظتوا أنا عم بضرب لكم إياها مثال على أنه حال واحد مع الله عز وجل، ما في ظاهر وباطن، ما في مراعاة للناس، إنه ما حلوة قاعدين الآن بمجلس ولي العهد ولا هو بيعتقد هذا حرام. فطلعت الصور بنشرة الأخبار وبالجرائد تاني يوم، يا عامل هيك. واليوم شايف لك لح استرسل مثل مبارح، الله يغفر لي ويرحمني سامحونا الله يسلم. الشاهد مش حكينا هالقصص هي، والله أنا عجيب ما هي. لا حول ولا قوة إلا كنا عم نحكي على تأملنا شلون وصلنا لهون، والله ما نعرف. أيوة. يدركها المبصر دون البصير بقلبه، هذا من هون شوف. فالله يرحمه كان يقول عن الإشمام يدركه المبصر دون البصير بقلبه، قلت لكم كان الله يرحمه ينتقي يعني أطايب الكلام الله يرحمه. وكان يقول لي يا عمي الكلمة العوراء تعور عين المحبة، الكلمة العوراء تعور عين المحبة. وكان يقول لي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه، ويستدل بقوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. انتبهنا اخواني.